السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم ماكلارين سينا، سيارة خارقة بتصميم تكنولوجي ستذهلك حقا. هي سيارة خارقة مخصصة للسباقات، وتعتبر الأقوى والأغلى سعرا في العالم. مميزاتها: تسير بسرعة كبيرة جدا على الطرقات، وتتميز بالشاسيه المصنوع من الكربون فايبر خفيف الوزن، وتتميز أبوابها بأنها تفتح للأعلى. كما أن مقدار الديناميكية المتوفرة في تصميم هيكل هذه السيارة يبدو على قدر عال جدا، مما يؤثر بشكل هائل عند قيادة هذه السيارة الجديدة على سرعات عالية. والسيارة تعمل على تطوير وزيادة قوة الدفع الخلفي إلى مرحلة غير مسبوقة. تتوفر السيارة بمجموعة مميزة من الألوان المختلفة، وبجناح خلفي مميز في الشكل، كما أنه بإمكان السائق إخفاء مداخل الهواء الإضافية، وبها مثبتات أمامية مستقلة تماماً، تجعل الهواء لا يؤثر بقمرة القيادة والمخارج العكسية. التصميم الخارجي: توفر أكبر قدر من الديناميكية الهوائية، فمن الخلف بها جناح خلفي ضخم، أسفله ثلاثة مخارج للعادم في المنتصف، ومصابيح رشيقة ومشتت هواء عريض، وتؤدي جميع الفتحات وظائف مختلفة، ولكنها تسحب الحرارة في المقام الأول بعيداً عن المحرك، وتبريد المكونات المختلفة دون تأثير سلباً على الديناميكية الهوائية، يليق بهويتها الرياضية الشرسة. ولوحة جسم مصنوعة من ألياف الكربون بهيكل قوي، وتأتي سبائك العجلات خفيفة الوزن. التصميم الداخلي: تعتبر السيارة من الداخل صغيرة الحجم، تحتوي على شاشة مركزية للتحكم في السيارة باللمس، وبها زر لتشغيل المحرك، واثنين من الأبواب ذات المفصلات العليا، وتنقسم النوافذ الجانبية بألواح علوية ثابتة، مع جزء أغفال يفتح بها زجاج ثابت إضافي تحت خط الحزام. القوة والمحرك: تعتمد هذه السيارة على محرك V8 بسعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج، يشبه المستخدم في سيارة ماكلارين ليولد بقوة 789 حصان و800 نيوتن متر من عزم دوران، أي أكثر بمقدار 79 حصان و30 نيوتن متر. وتأتي بناقل حركة يدوي ثنائي مكون من 7 سرعات لتعمل بنظام الدفع الخلفي، وبقوة محرك 798 حصان و590 رطل قدم من عزم دوران، وتتمتع بتسارع رائع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، وتبلغ سرعة القصوى 320 كيلومتر في الساعة، وهي أقوى ماكلارين مخصصة للطرق في تاريخ الشركة. وتحتوي على نظام المكابح الجديد الذي دعمت به سينا، هي أفضل ما استطاعت التوصل إليه بفضل أقراص سيراميك كربون والتكنولوجيا المساعدة. وتصدم سينا إطارات بي زيرو ترافيو آر المطورة من بيرلي، وهي المخصصة للسباقات، ولكنها أيضا مسموحة للاستخدام على الطرق. هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.